فيروس كورونا الجديد ما هو؟ كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان بنزلات البرد، والتي قد تكون أحياناً بسيطة وأحياناً خطرة. ولكن فيروس كورونا الجديد هو فيروس لم يكتشف من قبل لدى البشر، ولا يعرف حتى الآن الكثير عن خصائصه وطرق انتقاله أو مصدر عدواه. ووزارة الصحة تعكف مع منظمة الصحة العالمية والخبراء الدوليين على معرفة المزيد عن هذا الفيروس. كيف ينتقل فيروس كورونا الجديد؟ يعتقد أنه ينتقل مثل فيروسات كورونا الأخرى وفيروسات الإنفلونزا، وذلك بالاختلاط المباشر بالمصابين وبالرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس، وبلمس أدوات المريض ثم لمس الأنف أو الفم أو العين. ما هي أعراض الإصابة به؟ المريض بالفيروس سيشعر بحمى، سعال، ضيق في التنفس، التهاب رئوي، وفي بعض الحالات إسهال وقيء. وفي الحالات المتقدمة قد يصاب المريض بمضاعفات خطيرة مثل الفشل الكلوي والالتهاب الرئوي الحاد. كيف أحمي نفسي من هذا الفيروس؟ أداوم على غسل يدي جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى. أتجنب ملامسة عيناي وأنفي قدر المستطاع. أرتدي الكمامة في أماكن التجمعات وخاصة في الحج والعمرة. أتجنب قدر المستطاع الاحتكاك بالمصابين بالفيروس. أستخدم منديلا عند السعال أو العطس. أحافظ على النظافة العامة. أغسل الفواكه والخضار جيدا قبل تناولها. أحافظ على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني، وآخذ قسطا كافيا من النوم، فذلك يعزز مناعتي. هل هناك لقاح لفيروس كورونا الجديد؟ للأسف لا يوجد. هل هناك علاج لهذا الفيروس؟ للأسف أيضا لا يوجد. إن كان لديك أي استفسار فنحن في خدمتك. وزارة الصحة.